قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. So, السلام عليكم everybody. مرحبا. هاي مرحبا جميعا. Okay. ما اسمك؟ What is your name? اسمي ريتا. My name is ريتا. ريتا أنت مسيحية؟ أيوة مسيحية. Yes. هلا نحن ما بنفرق مع بعض أكيد كلنا أكيد. كلنا أكيد. واحد أكيد. أكيد نحن في دبي الإمارات دولة إسلامية ولكن المسيحيين يجين ويأتون فا أوكي ما شاء الله ما في أي مشكلة. عندي سؤال، حبك لدينك ممكن تعطي معلومة حول الدين اللي عندك مثلا، إيش اللي تحبين في دينك أنت؟ أوكي هلا رح أحكي شيء، إنه نحن الديانة الإسلامية والمسيحية اثنيناتهم ببشروا عن المحبة وبالسلام وعن إنه يعني نسامح وهول القصص، فكل نفس الشيء تقريبا كلنا واحد نفس الرسالة فيك تقول، بس جميل. كل واحد على طريقته يعني. جميل جميل جدا. ولا يعني صراحة ما بدي فرق بين الإسلام والمسيحية، إنه كلنا نفس الشيء صراحة بالنسبة إلي. أكيد هناك فرق واحد... ولكن هناك احترام أكيد. صح، وكل واحد بيفسر على طريقته ليوصل بآخر شيء عن إله واحد. جميل جميل، شكرا على كلامك. أنا محتوي قرآن. أوكي. أنا أحب عيسى عليه السلام. أنتم عندكم عيسى أكيد. شكرا. عظيم جدا. شكرا. عندنا نحن عيسى نبي محترم جدا وهو من أولو العزم. أنا أريد أن أقرأ لك آية من القرآن. أوكي. فقط إن شاء الله وتستمعين إليه. مستعدة؟ مستعدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. شكرا. شكرا لك. ما شاء الله صوتك. Thank you so much. شكرا جزيلا لك. صدمتني. أنا فكرت حيعمل ضرب فيه يطلع شيء من وراي ينقذني مثلا. شكرا على حسن استماعك. I thank you very much for her beautiful words. She is Christian and we respect Christians. Our Muslim people, the Islam, though alhamdulillah هناك respect and احترام. And I want to say thank you for you. Give thank the last you. Words, please. Thank you. ما راح رتل لأنه أنا صوتي كتير بالشعب. فأنا ما حط حالي بموقف محرج. Thank you, thank you. لك لك زو وthank you جميعا. إلي الشرف إني أكون موجودة. ممكن كلام لبنان والجميع. بدي أسلم على أمي ماما أنا كتير والله كلام جميل ما شاء الله على الوالدة. شكرا لك.